خلال لقائه رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه التهدئة في غزة ولبنان. حزب الله يستهدف مستوطنات بشمال إسرائيل برشقات صاروخية، وجيش الاحتلال يخصص ملايين الدولارات لتطوير دفاعاته الجوية لاعتراض صواريخ الحزب. مع تواصل العدوان على غزة، جنوب إفريقيا تعتزم تقديم مذكرة للعدل الدولية تتضمن أدلة إضافية بشأن ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر. شهدت الزيارة اتفاقا للرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، كما عكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر. وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، والتي تعد أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي لقاء آخر استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، وثمن الرئيس السيسي العلاقات بين مصر والشركة التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تكللت مؤخرا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس المصالح المشتركة الممتدة بين الجانبين، حيث أكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي وحرص مجموعته السياسية على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، منوها في ذلك الإطار إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التي تشهدها مصر، بما يحقق مصالح الجانبين. وقد تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الجانب الأوروبي بدور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية، والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية، مؤكدا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية هو سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، حيث أكد رئيس الشركة اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدا في هذا السياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين، ومؤكدا حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو بالتصدير إلى الخارج. من جانبه ثمن السيد الرئيس العلاقة بين مصر والشركة التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، وأكد سيادته حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، مشددا على استمرار جهود الحكومة في توسيع أفاق الاستفادة من ملف الطاقة. كما أشاد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر. وقد شهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، وذلك كما أكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي والتطلع لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، بما يعكس التنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطلعه لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقائه برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أكد مدبولي أن المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك قد أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبية بأن مصر تعد مقصدا مهما للاستثمارات الأوروبية، خاصة في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها مصر خلال الآونة الأخيرة. من جانبه أكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات دول الإقليم بما فيها مصر. وخلال استقباله رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أشار وزير الخارجية إلى أن التحديات لم تمنع الحكومة من مواصلة تنفيذ خطتها الطموحة لدعم خطط التنمية. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كوجك عددا من ملفات العمل، حيث اطلع مدبولي على نتائج مشاركة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أكد وزير المالية استمرار العمل على المبادرة بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة، ومن بينها خفض الانبعاثات الكربونية المنبعثة من السيارات المتقادمة والعمل على استبدالها بسيارات ذات انبعاثات أقل وخفض استهلاك الوقود. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المفكرين لمناقشة القضايا المثارة على الساحتين الداخلية والخارجية،
وأكد رئيس الوزراء أنه ستكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين الخارجي والداخلي للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مقتضيات هذه المرحلة. وأشار مدبولي إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالسياسات الخارجية والأوضاع الداخلية. كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين، وأكد مدبولي حرصه الشديد على الاستفادة مما تتضمنه مقالات المفكر الاقتصادي زياد بهاء الدين من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، ما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة. من جانبه أكد بهاء الدين أن مصر تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاثة عوامل، هي صفقة رأس الحكمة ودعم صندوق النقد الدولي، كذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. أهلا بحضراتكم من جديد. أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم أوجه الدعم كافة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي تضمن عدداً من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، وذلك بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية. وتضمن أسبوع الخير مبادرة بلدك معاك، التي تستهدف دعم 400 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكافة المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم في بدء حياة أسرية مستقرة. كما تضمن الأسبوع جناحاً للقوافل الطبية، والذي يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكافة أوجه الرعاية الصحية المتطورة في عدد من التخصصات الطبية لأكثر من 10,000 أسرة، وجناح لقادرون باختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتي تساهم في دمجهم داخل المجتمع. وشمل الأسبوع عدداً من المبادرات، منها مبادرة أحسن صاحب لتقديم كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة راجعين للمدارس لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية، ومبادرة بالهناء والشفاء لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على 10,000 أسرة، ومبادرة الكساء لتوزيع 120,000 قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار. وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فعاليات أسبوع الخير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المخلصين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم. قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وأكد وزير الداخلية أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني المشترك في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المترابطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة. كما وجه وزير الداخلية الشكر لنظيره الصيني على حفاوة الاستقبال والترحاب الذي لاقاه الوفد المصري منذ وصوله.
لجيراني قالوا لي اولادك اشلاء. قصف وطيران وحرب يعني دمار شامل. وإلى الأوضاع في لبنان، حيث أعلن حزب الله اللبناني استهداف مستوطنة كريات شمونة بشمال إسرائيل برشقة صاروخية. من جهتها أعلنت الصحة اللبنانية سقوط 5 قتلى و10 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور جنوبي لبنان. ودعا جيش الاحتلال سكان عدد من المباني في صور إلى الإخلاء الفوري بعد تهديدات إسرائيلية بتجديد القصف على المدينة. في مشهد بات متكررا بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف على طول الحدود. وأوضح حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمدينة حيفا وكذلك محيط مستوطنة بيريا، وفي غارات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، حيث يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف معاقل لحزب الله قتل وأصيب العشرات. وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، وأدت غارة إسرائيلية على حارة صيدا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا وجريحا وتدمير الطبقة الثالثة من المبنى المستهدف. وتسببت الغارة بأضرار في الأبنية السكنية وعشرات المتاجر المحيطة في المنطقة المكتظة في بلدة حارة صيدا. وأغلق الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى المنطقة، بينما عملت سيارات إسعاف على إجلاء الضحايا، والمنطقة باتت أكثر اكتظاظاً إذ لجأ إليها نازحون من مناطق أبعد إلى الجنوب. وفي بلدة عين بعال سقط أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً، من بينهم 3 مسعفين، وقتلت أيضاً ممرضة وثلاثة آخرون كانوا في محيط المكان. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن رئيس بلدية برج الشمالي أن غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت موقعاً قرب مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وزارة الصحة اللبنانية من جانبها أعلنت استشهاد 2672 لبنانيا وأكثر من 12,000 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأطلقت إسرائيل في 23 سبتمبر عملية عسكرية في لبنان بعد نحو عام على تبادلها القصف الحدودي مع حزب الله عقب اندلاع حرب غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع وتطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بالشعاع الحديدي. وأوضح جيش الاحتلال أنه قد وقع صفقة كبرى بقيمة 2 مليار شيكل لتوسيع نطاق شراء أنظمة الاعتراض بالليزر بشكل كبير. ومن المفترض أن يسمح النظام للجيش باعتراض الطائرات المسيرة بشكل أكثر فعالية، خاصة تلك التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل. وسيكون الشعاع الحديدي مكملا لقدرات الدفاع الجوي الأخرى لإسرائيل، مثل نظام الاعتراض المعروف باسم القبة الحديدية، والتي لم تتمكن من اعتراض جميع القذائف التي أطلقها حزب الله اللبناني. دعا بيان لبناني إسباني إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. البيان الذي خرج عقب لقاء وزيري خارجية لبنان عبد الله بوحبيب وإسبانيا جوزي الباريز في برشلونة أدان كذلك الهجمات الإسرائيلية ضد قوات يونيفيل والجيش اللبناني والأطقم الطبية والمرافق الصحية والصحفيين والمدنيين.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوقت قد حان ليتحرك العالم ضد إسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس وممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد الصفدي على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إيصال الأسلحة إليها. فدعوتنا إلى 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 شركائنا في الاتحاد من أجل المتوسط وفي المجتمع الدولي كله أن كفى أن تحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صدقية للقانون الدولي، من صدقية للعمل متعدد الأطراف، ولأطفال ونساء ورجال أبرياء فقدوا كل شيء، لأن في إسرائيل حكومة متطرفة. يتحدث فيها أمس وزير عامل يقول بطرد الفلسطينيين من بيوتهم، وزير في حكومة يعترف بها العالم يدعو إلى ارتكاب جريمة حرب، ولم نرى ردا على ذلك أيضا. فندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك. لا يمكن أن تستمر هذه الحروب وهذا العدوان. يجب أن يتوقف تزويد السلاح الذي تستخدمه إسرائيل في قتل الأبرياء. يجب فرض عقوبات. يجب حماية منطقتنا، وأقول منطقتنا لأن كل ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس فورا على أوروبا. يجب حمايته من أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن ما تقوم به إسرائيل ضد سكان قطاع غزة ومسعيها لإفراغه من سكانه يعني أن الدول الصديقة لسلطة الاحتلال مشاركة عمليا فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة أمام المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية، حيث أشار أبو الغيط إلى أن العجز الدولي جعل قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوسع في حربها الإقليمية ليشهد العالم مأساة في غزة ومأساة في لبنان. يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم على حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وفي بيان مشترك طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم الإحساس بصلاحيات الأونروا، كذلك ضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان بالأراضي الفلسطينية. كشف مصدر دبلوماسي جنوب أفريقي أن بلاده ستقدم اليوم مذكرة مفصلة لمحكمة العدل الدولية تتضمن حقائق وأدلة وحجج إضافية لإثبات قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين. بدوره أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن المذكرة تحتوي على المزيد من الأدلة التي يتخللها تفاصيل جنائية لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 88 بعد 300 على التوالي. واستهدفت قوات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع ومخيم النصيرات بوسط القطاع وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما شنت غارات على منطقة الفاخورة في مخيم جباليا، واستهدفت منزلا في بلدة بيت لهيا بشمالي القطاع. تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تصطف مئات الشاحنات على امتداد الطرق المؤدية إلى أو من المنطقة اللوجستية بالعريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي يدخل منها أكبر عدد من الشاحنات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هي البوابة الأهم والأبرز والأكبر التي تستقبل أعداد كبيرة من الشاحنات، لكن قوات الاحتلال ما زالت تعمل على عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن دخول 31 شاحنة، منهم 4 شاحنات للغاز، لم تفرغ إلا واحدة فقط حمولتها في الناحية الأخرى، وبعض الشاحنات ربما 3 أو 4 شاحنات فقط من أفرغوا حمولتهم في الناحية الأخرى، بالإضافة لرفض عدد 4 شاحنات للمواد الطبية. هذه البوابات من خلفي أيضا يعني كانت تستقبل من قبل المصابين الأشقاء الفلسطينيين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، إلا أن قوات الاحتلال منذ أن احتلت معبر رفح الفلسطيني تمنع خروج المصابين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. الصورة بالطبع تتحدث عن نفسها دائما، بوابة معبر رفح لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، بالإضافة بالطبع للمجهودات المصرية لتجهيز هذه الشاحنات، فضلا عن المفاوضات المختلفة التي تطلقها مصر دائما وتستضيفها هنا في الأراضي المصرية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. حلف الناتو يقول إن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يمثل تهديدا لأمن أوروبا ودول الحلف. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاتي إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها بشكل صارم ومتناسب. من جانبه توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بما وصفه بعواقب مريرة، ذلك بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت الماضي. في السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل حكومة نتنياهو مقر انعقاد جلساتها الأسبوعية إلى مكان آمن خشية أي رد إيراني. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة بشأن خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران. وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي. وأضاف أن الحكومة العراقية تشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى خصوصا دول الجوار. أكد أمين عام حلف الأطلنطي مارك روتا إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا ونشرها في منطقة كورسك. وأكد روتا أن تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل تهديدا لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا ودول الحلف، معتبرا أن نشر قوات من كوريا الشمالية يعد تصعيدا كبيرا بمشاركة بيونغ يانغ في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتوسع خطير للحرب. A significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two. من جانبه أكدت الرئاسة الأوكرانية أن العقوبات لن تكون كافية للرد على تورط كوريا الشمالية في الحرب الروسية في بلاده، ودعت الرئاسة الأوكرانية إلى إمداد كييف بمزيد من الأسلحة، مشددا على ضرورة اعتماد خطة واضحة من حلفاء كييف لمنع كوريا الشمالية من التوسع في المشاركة في الحرب في أوروبا. تشارك وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الشق رفيع المستوى لمؤتمر كوب
16 بمدينة كالي الكولومبية في الفترة من 29 من أكتوبر حتى 1 من نوفمبر القادم، حيث تلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت الوزيرة أن العالم يتطلع لنتائج مثمرة من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم باعتباره مؤتمرا لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي كوب 15 في مدينة مونتريال الكندية. أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط استمرار جهود توسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ. وأعلنت الوزيرة موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية تستفيد منها مصر وعدد من الدول في إفريقيا وأسيا وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني تفاصيل أجندة ومحاور عمل المنتدى الحضري العالمي والذي ستستضيفه مصر خلال الفترة من الرابع حتى 8 من نوفمبر المقبل. وأشار شربيني إلى أن تصدر محور قضايا الإسكان والتنمية المستدامة والتحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي الإنسان. تتواصل فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي لليوم الثاني والأخير في القاهرة بهدف جمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة أهم القضايا في مجال الإعلام ومنها الذكاء الاصطناعي. وتهدف النسخة الأولى من القمة لتوفير منطقة ومنصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية. تحت شعار إعلام ملهم وشباب مبدع، تستمر فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي لليوم الثاني والأخير بهدف جمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة أهم القضايا في مجال الإعلام ومنها الذكاء الاصطناعي. هنا في نقطة فاصلة، يعني كيف ان احنا بنوعي شبابنا، كيف ان احنا بنعمل استرس او بنركز على جوانب الايجابية جوانب السلبية لاستخدامات التكنولوجيا المختلفة، وبنفهمهم ايه المجالات المفتوحة قدامهم اللي ممكن يبدعوا فيها. نحن نحتاج الى المزيد والمزيد من تناول قضايا الاي اي والاعلام والكوميونيكيشن والاتصال في مصر وفي العالم العربي، لانه مش بس احنا بنستخدمها ويجب ان نكون يعني متعاملين عاملين مهنيين محترفين للاي اي والتولز الخاصه بالاي اي ومخرجات الاي اي، لكن كمان احنا محتاجين نعرف كويس قوي ايه حدود الاي اي وايه التحديات اللي ممكن نواجهها من الذكاء الاصطناعي ومن استخدام الذكاء الاصطناعي في الميديا. القمه لا تستهدف المجتمع المصري فقط ولكن بتستهدف العالم العربي، لان احنا طبعا الاكاديميه العربيه هي منظمه تابعه لجامعه الدول العربيه، والحمد لله في مشاركات من العديد من الدول العربيه الموجوده بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية. فعاليات القمة تتضمن عددا من الجلسات النقاشية بشأن أهم الموضوعات على الساحة الإعلامية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل حول مواضيع إعلامية متنوعة بواسطة أفضل الإعلاميين والمدربين بهدف تطوير مهارات الشباب. التحدي هو في التمكن الطالب الكلية الإعلام من أدوات الذكاء الاصطناعي وعدم تجنبها، لانه عدم تجنبها طبعا هيحصل فيه تخلف تكنولوجي كبير جدا جدا عنده، ممكن الذكاء الاصطناعي في هذه الامور يسبقه. الحمد لله يعني على مدار السبع ثمان شهور اللي فاتوا نجحنا ان احنا يبقى معانا طبعا شباب من مختلف جامعات بيشاركوا باعمالهم، لان في جزء على هامش القمه اللي هو المسابقه اللي اعلنا عنها، وكان في مشاريع مميزه جدا للطلبه، والنهارده هنوزع الجوائز. تهدف النسخه الاولى من قمه الابداع الاعلامي للشباب العربي الى توفير منصه للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربيه، بما يحقق توجهات القياده السياسيه في تاكيد دور مصر كمحرك اساسي للتطوير الاعلامي في العالم العربي. We'll be right back.
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي سفير كندا بالقاهرة، وتناول اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها مصر والهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة، خاصة أن الأوضاع المتردية تزداد منذ اندلاع الأزمة، مشددة على أن الدولة تتبنى حقوق الوافدين إليها ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف القطاعات، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تقديم 139 مليون و 340 ألفا و 897 خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية للحملة. وأكد وزير الصحة أن حملة 100 يوم صحة قدمت 397 ألفا و 168 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 99,626 خدمة تابعة للمبادرة الرئاسية للصحة العامة. وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين وقع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف. تتضمن المشروعات أنشطة متنوعة، منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية. تفقد محافظ المنيا عماد كدواني مجزر بني أحمد بعد الانتهاء من توريد المعدات اللازمة تمهيدا لافتتاحه قريبا. وأكد المحافظ جاهزية المجزر للتشغيل التجريبي ديسمبر المقبل، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الغذائية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت برنامج نجوم مصرية ستارز، ويستهدف البرنامج الشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي، ويهدف إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة لتحقيق تغير مجتمعي إيجابي. الحقيقة احنا متشرفين جدا في وجودنا في مدينة طنطا وخاصة جامعة طنطا لتدشين النسخة الخامسة من برنامج ستارز اللي أطلقته مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة الحقيقة في يوم الشباب العالمي في 12 أغسطس بمكتبة الإسكندرية، وكان بداية انطلاق لبرنامج تدريبي متكامل للشباب الجامعة بيستهدف عدد من المحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية ممثلة في مدينة طنطا ومحافظة سوهاج. والحقيقة يعني اليوم له خصوصية كبيرة إنه مكتبة الإسكندرية بتحتفل بعيدها 22 وبتتواجد في محافظة طنطا بدعم وتوجيه طبعا من فخامة رئيس الجمهورية إن مكتبة الإسكندرية. إحنا النهاردة متواجدين مجموعة من مختلف الطلاب من جامعة طنطا، من جامعة السلام، من الجامعة التكنولوجية بسمنود، متطوعين حياة كريمة طبعا، جدعان حياة كريمة. النهارده جاي حاضر لنا محاضرين من مكتبه الاسكندريه هيكلمونا عن مواضيع كتير مختلفه زي الهويه، معرفه الهويه المصريه، زي التنميه المستدامه وازاي ان احنا نقدر نتحول لمشروعات خضراء. وانا فخوره جدا كوني جزء من كيان مؤسسه حياه كريمه، استفدت جدا على مدار الايام من برنامج ستارز، تعرفت كتير عن الهويه والتراث المصري والهويه الشخصيه المصريه، تعرفت جدا كمان عن التنميه المستدامه، ومن اكتر التوبكس انا حبيتها هو توبك الابتكار والابداع، استفدت جدا منه وكنت فخوره جدا ان انا كنت جزء من الكيان والمؤسسه دي. أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024 بمدينة الشباب بالغردقة، ويستهدف المعسكر 200 شاب وشابة بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التي تعزز مشاركتهم في العمل المجتمعي.
احنا النهارده بنشهد فعاليات المعسكر السادس للمؤسسه. المعسكر بيتم على مدار 3 ايام، بنتناول فيه موضوعات مهمه جدا ومحاور عديده، على راسها مجابهه الشائعات والحروب الادراكيه والتنميه المستدامه وخطط مصر 2030، بالاضافه لمحور اللياقه البدنيه والتغذيه السليمه، وايضا المحاور المختلفه للمهارات الحياتيه. وايضا عندنا على هامش المعسكر دوري كره قدم بيشارك فيه 8 فرق مختلفه. جدير بالذكر ان بيشارك معنا في المعسكر النهارده جامعه قناه السويس وجامعه برج العرب، والفرق اللي موجوده منهم اللي كانت بتشارك معنا في دوري جول، وايضا اللي فاز بدوري جول كانت جامعه قناه السويس، وبتنافس بقوه على كاس معسكر السادس للحياه كريم. احنا النهارده اليوم الثاني على التوالي في المعسكر. المعسكر هو توعوي وفي شق في شق رياضي، في فعاليات رياضيه بتتم بالليل على هامش المعسكر، في دوري رياضي تعليمي ترفيهي. عندنا شق رياضي بيتم بالليل على هامش المعسكر. مشارك معانا 6 محافظات و5 محافظات وجامعتين، مشارك معانا الصندوق، متطوعين الصندوق. المحاضرات، بعض المحاضرات او نبذه عن المحاضرات الموجوده في المعسكر، هي فن التفاوض، التغذيه الصحيه السليمه، دور مؤسسه حياه كريمه في القضيه الفلسطينيه. اولا انا سعيد جدا ان انا بشارك في المعسكر السادس لحياه كريمه، تقوم باستضافته بمدينه الغردقه في المدينه الشبابيه. المعسكر بيضم 5 محافظات. المعسكر بيحتوي على محاضرات شيقة جدا ومحاضرات مفيدة للشباب، وبيضم أيضا جانب رياضي، بيكون في نوع من أنواع التنافس ما بين المحافظات، التنافس الحلو خالص. استفدت حاجات مهمة جدا. أول حاجة إزاي أحارب أو إزاي أعرف الحروب الإدراكية، وإزاي أواجه الشائعات، وتعرفت برضو ازاي اقوي من جسمي او بدني زي اللياقه البدنيه، وطبعا شاركت مع محافظات اخرى، ودي حاجه جميله جدا، ونشرت ثقافتنا طبعا اسوان وثقافات اخرى. قام وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بزيارة لمحافظة أسيوط، وتفقد هنو ومحافظ أسيوط هشام أبو النصر تفقد قصر ثقافة أسيوط، حيث شاهد بروفات الفرق الفنية والموسيقى العربية. وأعرب الوزير عن تقديره لمحافظة أسيوط لما تبذله من مجهودات لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الثقافي. يوم سعيد جدا بالنسبة لي، هي مش مجرد جولة في صعيد مصر، احنا ابتدينا الحقيقة مع محافظة بني سويف مرورا بالمنيا، ونهاردة الحقيقة آخر اليوم في أسيوط. الحقيقة عاصمة رائعة جدا، بلد عريقة، ترحاب كبير من معالي المحافظ أسيوط كمان. الحقيقة أنا مبهور جدا بالمستوى اللي موجود في قصر ثقافة أسيوط. الحقيقة العاملين فيه على درجة كبيرة جدا من الكفاءة، في بنية تحتية مميزة جدا. الحقيقة أنا ما أقدرش أخفي إعجابي بالمكان بشكل كبير. يعني الفترة القادمة هتشوف نشاط ملحوظ جدا لأصول الثقافة، ودعم كبير جدا من وزارة الثقافة للمحافظة. هو بالفعل في خطة كبيرة لتنشيط قوافل هتمر على كل القرى وكل المدن في محافظة أسيوط لتنشيط الثقافة واقتناء الجواهر الثقافية الموجودة في أولادنا. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة مع فاطمة خليل. إليك. شكرا أميرة، شكرا حكمة، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير شهد توقيع اتفاق بين شركة بايك الصينية وشركة ألكان أوتو لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. يأتي التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة. اجتمع وزير الاستثمار حسن الخطيب مع أعضاء صندوق مصر السيادي، حيث استعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات. وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة وتعظيم العائد منها، مشيرا لأن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة بولي يوانو. تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي أفريقيا وأوروبا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من 2014-2024. هذا واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمية، حيث تقدم ترتيبها 24 مركزا خلال 7 سنوات من 2016 إلى 2023، لتحتل المركز السادس من بين 30 دولة، وذلك بعدما ارتفع حجم مبيعات قطاع التجزئة من 133 مليار دولار إلى 303 مليارات دولار. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة وأميرة لاستكمال ما تلقى من السادس. شكرا لك فاطمة. تحل اليوم الذكرى 51 لرحيل عميد الأدب العربي طه حسين، والذي رحل عن عالمنا في 28 من أكتوبر في عام 1973 عن عمر ناهز 84 عاما. وأثرى طه حسين المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والترجمات، من أبرزها مذكراته الأيام. انتهت نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. خلال لقائه رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه التهدئة في غزة ولبنان. حزب الله اللبناني يستهدف مستوطنات شمال إسرائيل برشقات صاروخية، وجيش الاحتلال يخصص ملايين الدولارات لتطوير دفاعاته الجوية لاعتراض صواريخ الحزب. مع تواصل العدوان على غزة، جنوب أفريقيا تعتزم تقديم مذكرة للعدل الدولية تتضمن أدلة إضافية بشأن ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية. إذن انتهت نشرة السادسة بالتذكرة. دمتم في أمان الله. في أمان الله.